أبن وأسهل رسيت متاع دي ساندويتش خفيف وبنين في ساعة يحضروا تنجموا تحضروهم لعشاء خفيف وإلا تهزوهم معاكم وين ما تحبوا. صبيت 220 مليلتر ماء دافي، مغرفة كبيرة خميرة ومغرفة سكر، وباش نزيدهم مغرفة كبيرة ياغورت طبيعي، مغرفتين زيت زيتونة، نخلطهم ونزيد عليهم 400 غرام فارينة، وانتوما والفارينة متاعكم تشرب وإلا لا، وما تنسوش باش تحطوا الملح. نخلطهم مع بعضهم باش نتحصلوا على عجينة طرية، نعجنها بالكدا ونخليها ترتاح مدة ساعة من الزمان. ونتعدى نحضر الدجاج، عندي صدر قصيته طروف صغار، لفوا حتى تلقوهم مكتوبين تحت الفيديو. نخلطهم زيت عليهم عرف كليل، عندي مقلة على الغاز فيها شوية زيت وبصلة مقصوصة جوانح، نزيد عليهم الدجاج نخليهم يطيبوا، كيف يطيب الدجاج نزيد جبن موتزاريلا. نرجع للعجينة متاعي كما تشوفوا ما شاء الله خمرت بالباهي، باش نقسمها لكعابر متساوية كما تحبوا صغار وإلا كبار. نحل كل واحدة وبعد نطويها على اثنين كما تشوفوا، نحطهم في البلاتو مغلف بالبابي كويسون، نجموا تدهنوهم بجبن ولا صوص لاي، نرش عليهم جبن معدنوس فلفل مهروش، نزدت عليهم البصل وفلفل أخضر، ندخلهم للفور يطيبوا على 200 درجة، وهذه النتيجة كيفاش كانت. يجي خبز خفيف من داخل وياسر بنين، وللفرس حطيت هريسة فرماج طماطم خس خيار والدجاج اللي طيبناه، ورشة المعدنوس والبصل لازم منها، كعبة زيتون، وصحة وبشفاء.